على كل الاحوال تعالوا بقى نشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات في فرق النادي الاهلي المختلفه وفروع النادي الاهلي المختلفه مع زميلتنا العزيزه ساره حامد. وبالمره برضو تعرفنا الدنيا ماشيه ازاي النهارده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا النطاق ده داخل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نقول لكم يعني أبرز الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. يمكن خليني في البداية قبل ما أتكلم على جميع طبعا فرقه الرياضية خليني أقول لكم يعني وأنقل لك يا كريم طبعا الأجواء هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. زي ما انت قلت يمكن طبعا الأجواء يعني شوية هادية، في عدد بسيط من أعضاء النادي الأهلي طبعا في الفترة الصباحية، ومع اقتراب يعني الميعاد كل شوية لما الوقت بيزيد عدد أعضاء النادي الأهلي داخل المقر. كمان يعني بالنسبة للتمارين في يعني جميع القطاعات دي بتكون بتتأجل يعني في التوقيت ده اللي بالليل بسبب طبعا يعني وجود المدارس والجامعات، فيعني يعني الأجواء هنا هادية إلى حد ما داخل المقر. كمان يعني بالنسبة لدرجة الحرارة يعني في شوية يعني جو برد، هواء يعني شديد كمان، فده طبعا يمكن ده بسبب من الأسباب إنه متواجد عدد بسيط من أعضاء النادي الأهلي داخل المقر. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى وأنقل لك يا كريم وأنقل لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي أجواء ويعني الامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه وطبعا استعداداتهم لجميع المباريات الفتره القادمه. ويمكن ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن طبعا زي ما احنا عارفين انه لعيبه كره السله بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، وكمان يعني جميع مبارياتهم في بطوله دوري السوبر لكره السله بشكل طبيعي. امبارح كان عندهم مباراه مع نادي مصر التامين في بطوله الدوري وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 79-51. ويمكن دي كانت يعني المباراه اللي اقيمت ما بين الفرقتين على صاله مقاولين العرب في مدينه نصر، لان ده يعني او دي المباراه في الدور الثاني. مباراه الدور الاول كانت على الصاله بتاعتنا صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ومباراه الدور الثاني كانت على الصاله الخاصه بفريق مصر التامين وهي صاله المقاولين العرب في مدينه النصر. النهارده ان شاء الله الفريق هيكون في راحه سلبيه كريم من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه ان شاء الله في بطوله الدوري، واللي هتكون امام نادي سموحه وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي سموحه في مدينه الاسكندريه يوم الجمعه. وان شاء الله الفريق يعني بعد تمرين يوم الخميس هيتجه يعني بالكامل الفريق والجهاز الفني هيتجهوا بالكامل لمدينه الاسكندريه لدخول في معسكر مغلق قبل المباراه طبعا بيوم عشان يدخلوا في الاجواء ما قبل المباراه ويستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الجمعه. ده بالنسبه لفريق كره السله. ان شاء الله كمان بعد مباراه سموحه يا كريم هيكون في توقف دولي لمده شهر ونص بالنسبه للاعبي النادي الأهلي لكرة السلة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم إن شاء الله الفترة القادمة، وأول مباراة إن شاء الله في تصفيات كأس العالم هتكون مع نادي أو مع عفوا منتخب المغربي الفترة القادمة إن شاء الله الشهر المقبل، فدي هتكون أول مباراة في تصفيات كأس العالم. فإن شاء الله هيكون في توقف دولي، المباريات هتتوقف في بطولة الدوري لمدة شهر ونص، وبعد كده هيترجع المباريات بالنسبة للنادي الأهلي، وهيتفضل بس ثلاث يعني مباريات في الدور الثاني من بطولة الدوري وهي دور يعني الإياب هتكون مع نادي الزمالك ونادي الجزيرة ونادي الاتحاد السكندري، وبعد كده هيتم يعني المرحلة بتاعة البيست أوف 3 طبعا بالنسبة لترتيب الفرق من الأول للثامن. ده بالنسبة لكرة السلة. خليني بقى أتجه وأروح ل يعني فريق كرة الطايرة الماسترز طبعا تحت قيادة الكابتن ميدو مسلحي. يمكن النهاردة إن شاء الله كمان يا كريم عندهم تمرين الساعة 4 على صالة استاد القاهرة في مدينة نصر، ويمكن يعني كابتن ميدو مسلحي قرر إنه ينقل كل التدريبات من مقر النادي لصالة استاد القاهرة عشان كل المباريات يعني في المرحلة دي اللي هي الدور اللي قبل النهائي من بطولة الدوري المصري لكرة الطايرة، يمكن كل المباريات على صالة نادي استاد القاهره، فيعني خلى التدريبات افضل تكون على نفس الصاله اللي عليها كل المواجهات وكل المباريات. فالنهارده ان شاء الله يتمرنوا الساعه 4، ويوم الاربعاء القادم هيكون عندهم يعني مباراه مع نادي طلائع الجيش الساعه 4 هتكون على نفس الصاله صاله استاد القاهره وصاله 2 بالاخص. ويوم الخميس كمان هيكون في مباراه الاهلي والزمالك في تمام الساعه 8 مساء وهتكون على نفس الصاله، ودي هتكون اخر مباراه وختام الدور او الدوره المجمعه اللي هتكون قبل النهائي لبطوله الدوري المصري لكره الطايره.
كمان رجال كرة اليد النهاردة إن شاء الله هيواصل تدريبات بشكل طبيعي في تمام الساعة 4 عصرا، وده هيكون على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ولكن التدريب هيتم من غير يعني السبع لعيبة اللي انضموا لي أو كانوا في صفوف منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023. يمكن خليني أفكر سادة المشاهدين، يعني هم عبد الرحمن حميد في حراسة المرمى، عبد الرحمن فيصل، محسن رمضان، مهاب سعيد، احمد خيري، ابراهيم المصري، واحمد عادل دوله. يمكن دول كل لاعيبه النادي الاهلي اللي كانوا في صفوف منتخبنا الوطني المشاركه في بطوله كاس العالم لكره اليد 2023، وطبعا يعني اللي انتهت واحتل منتخبنا الوطني المركز السابع في بطوله كاس العالم. ان شاء الله من المفترض انه لاعيبه النادي الاهلي اللي كانت موجوده مع المنتخب يا كريم هتنضم للتدريبات الجماعيه مع الفريق بعد 3 ايام مش قبل كده ان شاء الله، عشان طبعا يعني يقرر الجهاز الفني ان هم يريحهم شويه بعد يعني بطوله كاس العالم، فهينضموا للتدريبات الجماعيه كمان 3 ايام. وان شاء الله اول مباراه في بطوله الدوري المحترفين لكره اليد بالنسبه لفريق النادي الاهلي هتكون يوم 9 ويوم 10 من الشهر القادم، الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني اول مباراه يوم 9 هتكون مع نادي سموحه، ويوم 10 هتكون مع نادي طلائع الجيش، وده هيكون الدور الاول من بطوله دوري المحترفين لكره اليد. كمان خليني اقول للساده المشاهدين انه يعني من لعيبه النادي الاهلي، يعني العديد من لعيبه النادي الاهلي تالقوا مع منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم، منهم ابراهيم المصري واللي كان يعتبر افضل مدافع في البطوله كلها، مش بس في منتخب مصر، في البطوله كلها، برصيد 15 بلوك اعتراض الكره و7 ستيل، هي تعتبر طبعا سرقه الكره في لعبه كره اليد، فهو كان يعني بالارقام أفضل مدافع في البطولة. كمان يعني بالنسبة للأكثر تسجيلا للأهداف كان علي زين برصيد 41 نقطة، ويمكن في المرتبة الثالثة كان ابننا طبعا ولاعب النادي الأهلي محسن رمضان برصيد 29 نقطة عفوا. وكمان بالنسبه لحراسه المرمى عبد الرحمن حميد يمكن صد يعني 31 تصدي من اصل 89 يعني بدقه او يعني بنسبه 35%. كمان احمد خيري بنسبه 100% كان يعني من افضل اللعيبه، يعني الدقه بتاعتهم في التصويب الاهداف فكانت النسبه بتاعته 100%، فالحمد لله يعني كل الارقام بالنسبه للاعبي النادي الاهلي كانت يعني ممتازه، كانت ارقام كلها جيده الحمد لله. لعيبه النادي الاهلي يا كريم شاركوا يعني بشكل كويس وبشكل قوي مع منتخبنا الوطني في بطوله كاس العالم. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه فرقه كره اليد سيدات والكره الطايره سيدات ايضا يعني بيستعدوا بشكل قوي للمباريات القادمه. يمكن سيدات كره اليد عندهم يوم الخميس مباراه مع نادي الزمالك في بطوله الدوري، وسيدات كره الطايره يمكن طبعا عشان يعتبر في توقف دلوقتي من المباريات يمكن شويه مريحين، فقرر الكابتن حمدي الصافي انه يعني يكثف شويه التدريبات بالنسبه للاعبات كره الطايره او فتيات الذهب ان هم يتمرنوا على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية هتكون الساعة 12 الظهر، والفترة المسائية الساعة 8، وبعد كده إن شاء الله الفترة القادمة يمكن أول مباراة يعني بعد التوقف ده كله من المباريات ومن المواجهات في بطولة الدوري هتكون مع نادي أصحاب الجياد في الدور ال 16 من بطولة كأس مصر، وهتكون في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 6 مساء. وبالنسبة لبطولة الدوري إن شاء الله الدور الثاني المباريات كلها هترجع بداية من يوم 16 الشهر القادم إن شاء الله شهر فبراير. وكمان يعني خليني اقول لكم بالنسبه لقطاع الناشئين كره القدم النهارده يا كريم، فريق النادي الاهلي 2005 هيواجه نادي الاتحاد السكندري في الجوله 19 من بطوله الجمهوريه على ملعب الاهلي في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. وكمان امبارح يعني فريق الاهلي 2007 يعني كان في تعادل سلبي مع فريق فاركو، ويمكن ده يعني المباراه دي كانت في الجوله ال 17 من بطوله الجمهوريه واللي اقيمت ما بين الفرقتين في مدينه الاسكندريه طبعا على الصاله او الملعب الخاص بفريق فاركو. يمكن دي كانت يعني كل الاخبار النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا بتمنى يا كريم التوفيق لكل يعني فرق الرياضيه داخل النادي الاهلي سواء الالعاب الاخرى او طبعا الفريق الاول لكره القدم بكره ان شاء الله يعني في مباراته الافتتاحيه في بطوله كاس العالم لكره القدم مع اوكلاند سيتي. بتمنى طبعا التوفيق للاعيبه النادي الاهلي ويكونوا يعني عند يعني الثقه ويعني نفس الثقه اللي عند جماهير النادي الاهلي فيهم ان هم ان شاء الله هيحققوا نتيجه ايجابيه وايضا يعني اداء جيد امام اوكلاند سيتي. بشكرك جدا طبعا يا كريم، والعوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليك طبعا، تفضل. ده انا اللي بشكرك جزيل الشكر يا سالة على هذه التغطيه المتميزه، وبالنسبه لامنياتك فانا عايز اقول لك من بوقك لباب السماء، وان شاء الله كل اللي انت بتتمنيه هو اللي كل
كلنا بنتمناه الحقيقه كعشاق للنادي الاهلي، وان شاء الله منتظرين ومن لعيبه النادي الاهلي في مشاركتهم في النسخه دي من المونديال. بشكرك يا سلا ونشوفك على خير باذن الله الحقيقه دايما. كل الزميلات سلا وهنا ابو القاسم ومريم سميح ونورهان طمان الحقيقه دايما مع كل تغطيه جديده بيقدموها لنا ما بيسيبوناش مساحه كافيه قوي للمزيد من الاسئله، لان دايما تغطياتهم بتكون كافيه ووافيه. بشكرك يا سلا على هذه التغطيه.